السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مثل ما وعدتكم بالفيديو اللي قبل هذا انه حنعطي اكزامبل في عندي في ماينس بي ماينس حد الواي. بعد ما فكرت الصرف للسيستم اوف ايكويشنز بدرس السيستم بتمنى الكل يركز ويحط ورقة وقلم قدامه وجاي يشتغل سؤال مرة واثنين وثلاثة اذا طلعت الفكرة وخلى صح 100%. بسم الله. شو عم يقول لي الصرف؟ عم يقول لي صرف ذا صرف، يقول لي هدف الصرف احصل على قيمة الاكس احصل على قيمة الواي. أول إيكويشن معي هي x minus 5y equal 11. تاني إيكويشن cx minus 2y equal 7. أنا بوصل لقيمة الاكس ولقيمة الواي، ما حدا ينسى هدف، ما حدا طلع بس اكس ينسى الواي، ما حدا طلع الواي ينسى الاكس. نحن كده عم نتبع أسلوب إليمينيشن. مثل ما تعودنا نجي بنطلع حد الواي بكل إيكويشن. حد الواي هون عندي ماينس، تاني إيكويشن فيها ماينس، نفس الإشارة ماينس ماينس. نحن قلنا لازم يكون عندي وحدة فيها ماينس وحدة فيها بلس حتى أقدر أطير الواي مع الواي، بنطلع قيمة الإكس من خلال تطير الواي. ولا أشوف ماينس ماينس بضرب إيكويشن تحتانية بماينس الفاليو الموجود لحد الواي. شو في عندي الفاليو هون؟ 5 بضرب الإيكويشن التحتانية بالفاليو الموجود لحد الواي اللي هي 5. شو قلنا؟ بدنا نفس الإشارات ماينس ماينس حطها بضرب بماينس. لو عندي ماينس بلس حط ورا 5 ولا ماينس. كذلك الأمر فوق شو حضرب؟ حضرب المعادلة الفورية بتجيب لحد الواي بس بدون الماينس. حضرب بشو؟ بشو؟ تمام؟ يلا يا جماعة ركز فيها. ضربت الايكويشن اللي تحت في ماينس 5 عشان عندي ماينس ماينس، والايكويشن اللي فوق ضربتها ب 2 اللي هو بالاي بي المفروض اني احدد الواي والايكويشن. بعد شو صار السؤال؟ لو انه اني مثلا ما حطيت ماينس 5 حطيت مثلا هيك فيها ماينس ماينس بدي اجي اجمع الايكويشن 1 مع الايكويشن 2 ما حيتنسى شيء بعد شيء حيجاوبوا مع بعض. عشان هيك بدي افكر انا اصنع ماينس من هول الايكويشن نطينا على الكلاس الثاني x مضروب ب 2 شو حتصير؟ 2x لانه هذا x في بعض قاطع الاسلوب 2x ماينس 5 ماينس 2 بعطيني ماينس 7 y equal 11 ضرب 3 بعطيني 22 تو تايمز 2 بضرب كل تايم بالايكويشن ب 2 يعني ما بضرب بس x من y بس هيك لا بضرب المعادله كلها سوا. كذلك الامر تحت عندي تايمز ماينس 5 3 تايمز ماينس 5 حتعطيني ماينس 15x ماينس 5 ماينس حتعطي بلس 2 تايمز 5 10 1 لاحظتوا ماينس 10 واي زد 10 واي لكن في الواي زد 7 ضرب ناقص 5 اهم شيء حتعطيني ان شاء الله ماينس 5 تايمز 7 تايمز 5 حتعطيني 75 كلها رجع فعلا فيها بلاك وقف الفيديو بوز اللحظة وشوف شو صار عندي. هلا الخطوة التالية شو رح يجي يعمل؟ قلت لك تعودنا هسمي هيدي الايكويشن 1 وهيدي الايكويشن 2 ايكويشن 1 وايكويشن 2 يعني اول ايكويشن اسمها 1 ثاني ايكويشن سميتها 2 فيك تسميها A و B ولا فيك تسميها ما بدك اياه بس خلص عوض بس عم بشي وعم بحكي هون هيك مش عم تضربها بوان والثاني هيك مش عم تضربها لا بس تسلي شو صار عندنا؟ نحن الخطوه الثانيه شو بقول لك على طول؟ بيجمع المعادله الاولى مع المعادله الثانيه المعادله الاولى مع المعادله الثانيه ماشي؟ كيف بيجمع؟ قلنا بيجمع بشكل عمودي احسبوا على جواب فكروا فيها بعد تركوا الأمر خمس ثواني يلا 2x minus 15x حتعطيني minus 17x ليش؟ 2x plus minus 15x هي عبارة عن 2x ناقص 7 ماينس
نبدأ بس 15 x تطلع minus 30 x حطيت له متعود نحسب بسرعة فكر براسنا ماشي طريق minus 30 x من البيت وشرط minus تاني ناقص 10 واي زائد 10 واي طالع مع بعضهم هتكون زيرو واي كسر ما حطيتش زيرو واي ما في داعي 22 ناقص 35 22 ناقص 35 هي هتكون في جمع بس في جمع كل واي هي على حسب ما تكونش مع بعض مش تحط 22 زائد تمام السر نقدر نقول في واي 22 تصل الى ماينس ماينس 1 minus 5 مضروب 1 minus 2 تعطيني 10